أتذكرين؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشر. أتذكرين؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. نتنحى كي تمر. قالها شاعر اليونان الكبير بالماس وهو يتحدث عن شاعر اليونان الكبير الآخر وهو شاب يانيس ريتسوس. كان ريتسوس وقتها في بداياته الشعرية، ولما بزغ نجمه قال الشاعر الكبير بالماس للشاعر الشاب: إننا نتنحى كي تمر أيها الشاعر. وفي رواية أخرى قال: إننا نرفع قبعاتنا كي تمر أيها الشاعر. ولا تقولوا لي متهكمين أو جادين أنه مثل عنا فرد شكل، فعندنا، وأعوذ بالله من كلمة عندنا، فعندنا لا في تنحي ولا في رفع قبعات. أصلا ما عنا قبعات، كان عنا طرابيش بس قضينا عليها بمعونة الاستعمار الغربي الحديث، وصرنا نمشي حاسرين رؤوس ما بنعرف قرعة أبونا بشو رح نغطيها. فعنا يا حبيب لا صغير بيقبضوا للكبير إلا تملقا وتمسكنا حتى تمكنا، ولا الكبير بيشوفوا للصغير إلا لقلوقا ووقيفا ومرددا لأقواله المأثورة بين الحاقدين. فترى الشاعر الشاب موسوما بلقب الشاعر الشاب حتى بلوغه الخمسين لا أبالك ينجلطي أو يلفظ أنفاسه في مشفى حكومي بسبب انشغال الطبيب المناوب ببرتية تريكس صميضعية. أما إذا وصل المبدع عندنا إلى العمر الطويل أو ما يسمى بأرذل العمر، فتراه ينتظر لفتة من هنا وتكريما من هناك. وكان بزمانه كان في شاعر فتان مات على سريره كالبعير، بعير عنك، وليس في ساحات الوغى الشعرية من مهرجانات وأمسيات لا يحضرها إلا الآزم بمعية عشرة من قرايبين الشاعر اللي عندهم ساعة يضيعوها على فاضي الكلام. وللحق فالمواهب عندنا تموت بأرضها، فالكبير الذي وصل إلى مرتبته الكبيرة بشق الأنفس لا يمكنه التخلي عنها ببساطة والتنحي لمرور المبدع الشاب إطلاقا، فلقد عانى ما عاناه حتى كسب هذا القليل من الاحترام. فكيف يترك للقادم من بطن أمه للتو كل هذه الأمجاد على إلتا؟ كيف يترك للفائس من البيضة البارحة البيضة وتأشيرتا؟ والصغير ينظر إلى الكبير ويقول في نفسه: إيه إنه ليش بدي احترمه لهذا الخرفان؟ إيه اللي بكل عرس له قرص؟ اللي مادد إيديه العشرة على كل الأماكن متفوقا على أحسن أخطبوط في العالم البحري؟ وتبدأ رحلة التناحر غير البناء، شغلة ما لها علاقة بصراع الأجيال، ذلك أن الذي حدث بين رامبو وفيكتور هيغو لا يحدث عندنا على الإطلاق. فهيغو تبعنا لا يسمح لأكبر رامبو بنشر كلمة عنه في أي جريدة أو موقع، وهو يستطيع ذلك كونه بعشر أذرع طائلة. أما رامبو تبعنا فله غرفته المعدة في العشوائيات، وله كتاباته التي لا ينشرها حراس الوضع الحالي. أما بالماس تبعنا فإن موظف الجريدة سيقنعه بأن لا ينشر هذا التصريح تجاه ريتسوس تبعنا. سيقول لبالماس: إنه كيف بدك تتنحى كي يمر ريتسوس وهو الذي سبك بأمك مبارح وقال عنك حمار معبب بنطلون؟ عندنا لا الاحترام والتواصل بين الأجيال موجود ولا الصراع موجود، ولسه عم نحكي بالتغيير في مجالات الإبداع. هكذا حدثنا عن دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.